قال في كتاب العزيز: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. هذه الصورة تعدل كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم نصف القرآن، فمن قرأها مرتين فكأنما قرأ القرآن العظيم كله. إنها صورة يجب على من قرأها أو سمعها أو وعاها أن يخشع قلبه من الله، وأن يخشع من يوم الزلزلة، وأن تزلزل قلبه وصدره. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا جاء اليوم الموعود وتزلزل الأرض وتحرك الأرض كلها، الذي ربما يكون باطنها أكثر من 90 كيلومتر من الصخور، تزلزل هذه الصخور وتزلزل الأرض وتميد وتتحرك، والقشرة الأرضية لم يكن فوقها شيء، انتهت الأمور. زلزلت الأرض أي معنى ذلك جاء يوم الحساب، تحركت الأرض وارتجفت القلوب. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، عذاب الله أليم، عذاب الله جل وعلا لا يعيه أحد إلا وصعق. عذاب ربنا شديد. زلزلة الساعة شيء عظيم لا يعلم قيمتها إلا الله. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، المرأة التي ترضع طفلها في هذا الوقت تلقيه من فوق صدرها حتى تنجو بنفسها. شوفوا من هول الزلزلة ومن هول اليوم ده، أغلى إنسان على الأم رضيعها، ومع ذلك تلقي هذا الرضيع حتى تنجو بنفسها. انظروا إلى عظيم زلزلة الأرض وزلزلة يوم القيامة. فإذا زلزلت الأرض جاء يوم القيامة، فمن هول هذه الزلزلة ترى الناس سكارى يتخبطون، لا يستطيعون أن يتمالكوا أنفسهم، كل إنسان لا يدري ماذا يفعل، الأمور بالنسبة له مش عارف يروح فين ولا يجي منين ولا يعمل إيه ولا في عدل ولا في، من زلزلة وهول الزلزلة مش عارف يعمل حاجة خالص. وما هم بسكارى، كأنه زي السكران، زي اللي شارب حاجة كده، هو مغيب عدله خلاص، العقل طار ومفيش، الإنسان وصل لمرحلة إنه مش عارف يتصرف، هيجري شمال ويمين ويروح ويجي، هيعمل مش عارف يعمل إيه، عمال يجري ويروح هنا وهنا بس مش عارف إيه الهدف. الست اللي بترضع ابنها بتشيله من على الرضاعة وترميه في الأرض. في أكتر من هذا الهول، في أكتر من ده هول. ولذلك ربنا بيقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم. اتقوا ربنا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. عاوزكم تتقوا ربنا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، كل ما بها تخرجه الأرض، كل الحمولة اللي جواها زي الأم الحامل لما تفرغ جنينها، كذلك الأرض تخرج ما في باطنها.
وأول ما تخرج هو الإنسان، إن الإنسان بيدفن في باطن الأرض، ومعنى باطن الأرض يعني البطن اللي حوت الإنسان، المكان اللي حواه هو ميت. في هذا الوقت ربنا سبحانه وتعالى يوحي للأرض بأن تخرج ما في بطنها، فتخرج كل ما في بطنها، وأول ما تخرج الإنسان. بمجرد ما تزلزل هتطلع اللي فيه. إذا رجت الأرض رجة، شوف لما تمسك شوية مية وترجهم كده، ها، وبعدين رجتك أنت دي هي على قوة، على جد قوتك، فما بالك بقوة ربنا سبحانه وتعالى لما يرج الأرض، فما بالك بقى بقوة القوة العظمى لما ترج الأرض دي تاخدها كده هو، ها، دي قوة عظيمة. إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة، يعني ما الجبال اللي انت شايفها عظيمة دي كلها دي تبقى عبارة عن زي كالعهن المنفوش، زي الصوف. شوف الصخور دي تبقى عبارة عن ايه، تمسكها في ايدك كده زي السفنجة كده، ادي قوة وعظمة ربنا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. الانسان يقوم مفزوع، فيه ايه، ايه اللي حصل، ايه الحكاية، جاي مفزوع. ما هنا فيه النفخ، النفخة الأولى والنفخة الثانية. بمجرد ما يبقى فيه نفخة الإنسان يصعق، من يقوم من يقوم من الموت، يلاقي الدنيا حواليه ميت اديله مليون سنة، واللي ميت اديله 900,000 سنة، واللي ميت اديله 2 مليون سنة، واللي ميت اديله ايه ده كله، ده جمع على حلو بعد ده كله، بعد الموت السنين دي كلها ملايين السنين، جمع على حلو بص لقي نفسه على وش الأرض، ايه ده. يقول الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، تتكلم الأرض، الأرض اللي انت مشيت عليها تتكلم، الصخور اللي انت مشيت عليها تتكلم، النخل والشجر والحجر والمدر والرمال والحصى يتكلم، الشجر اللي انت طلعت عليها دي هي وخدت من فوقها حاجات مش بتاعتك تتكلم، النخلة اللي انت ضربتها بالطوب دي ومش من حقك والبلح اللي سقط ده يتكلم، الفلوس اللي انت خدتها ونهب كل حاجة تتكلم. لما ربنا هيخلي الأعضاء بتاعتك تشهد عليك، فازاي الجماد ده مش هيشهد عليك؟ الأرض بما تحويه تتكلم في اليوم ده. تخيل بقى ان الارض بتكلمك وتقول لك انت مشيت على ظهري يوم كذا وعملت كذا وارتكبت كذا وعملت حسنة كذا وعملت وعملت، ويجي حجر يقول لك وانت فعلي جلست وعملت كذا واغتبت فلان وعملت فلان، وتيجي الشجرة تقول لك انت قطفت مني زهرة ولا قطفت مني ثمرة مش بتاعتك وكلتها وعملت، والثمرة تتكلم تقول ايوه يا رب ده اكلني وشربني. الله، دي حاجة عظيمة. واحنا عايزين نراقب ربنا، عايزين نراقب ربنا وبس، ولا نعرف ازاي نخاف من ربنا علشان نراقب ربنا؟ احنا عايزين نراقب ربنا، طب عشان نراقب نخاف، القلوب دي تصفى شوية، تندم على اللي عملته، نندم شوية بقى ونصفي، نصفي، نخلي المصفى دي تنزل كل شيء، خلاص يا اخوانا ما بقاش حاجة عشان خاطر نتكلف في الدنيا عليها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، ربنا أوحى إلى الأرض، اتكلم يا أرض، قولي كل شيء، تكلمي بكل ما حدث على ظهرك، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يجوا الناس بقى كل واحد وحدين، مجموعة رايحة النار جاية مع بعضيها، مجموعة رايحة الجنة جاية مع بعضيها، مجموعة حرامية جايين مع بعض،
مجموعة طائعين جايين مع بعض، مجموعة كل مجموعة جاية زي ما هي. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، ناس عبدت ربنا جايين مع بعض، ناس قامت الليل كله جايين مع بعض، ناس صاموا رمضان إيمان واحتساب جايين مع بعض. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيجيبهم زمرة زمرة، مجموعة مجموعة، وفي ناس هتيجي وحديها فرادة، واحد 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 واحد، ليروا أعمالهم وهم جايين ماشيين كده على رجليهم، جايين يتمشوا، دول جايين يجروا، دول جايين زي الصواريخ مش عارفين اللي بيحصل. ده كل واحد جاي من الموت مفزوع، يوم الفزع الأكبر، كل واحد جاي عم يجري ويهرول، مش عارف ايه الحكاية، مش عارف ايه اللي هيحصل، مش عارف، طالع يجري عاوز ينجو من زي واحد كده، هو بيقولوا له خلي بالك ده في واحد جاي يموتك، عمال يجري وخلاص عاوز ينجو، واحد جاي يجري وراه بسكينة ولا مسدس ولا بتاعه، هو عمال يجري، نفس الحكاية، هو هيتمشوا كده كل مجموعة تتمشى؟ لا، لكن المؤمنين وهم من فزع يومئذ آمنون، آمنين، المؤمن بقى جاي آمن، هو ده اللي جاي يمشي على رجليه، هو ده اللي جاي ماشي في السكة بتاعته، عارف إنه قدامه نور، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، هم دول. يبقى هنا التاني جاي يجري مش عارف، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، ليه؟ ليروا أعمالهم. شفت شريط الفيديو، لما تعمل شريط فيديو كده هو ها وتشوف نفسك فيه، كل اللي عملته هيبقى زي شريط فيديو قدامك، من أول ما بلغت الحلم وعرفت الحلال والحرام إلى أن لقيت ربنا، هتلاقي كل الأعمال بتاعتك، قعدتك في الجامع دي هتشوفها، الكلام اللي أنا بقوله دوا هتشوفه، زي ما أنا شايفكش هتشوفوني يوم القيامة، شريطك كله. ما أنت لما بتعمل شريط فيديو كل حركة بتبان فيه، كل حاجة بتعملها ما بتستخبى، هو نفس الحكاية، هتطلع من الجامع تمشي في الشارع هيبان ده كله قدامك، هتروح تريح لك في مسجد ولا تريح في البيت ولا تمسك مصحف هيبان، 50 60 70 100 سنة عشتهم هتشوفهم قدامك كده بالظبط. طب اللي هتشوفهم في قد ايه اليوم ده؟ قد ايه ده؟ ربنا بيقول اني يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ده يوم القيامة ده وما حدش يعرف قدره ولا طوله ولا عدد ساعاته إلا الله، لأن مش هيبقى فيه ليل ولا نهار، لا شمس ولا قمر. يبقى طالما راحت الشمس مفيش خلاص، لا تعرف ليل ولا نهار. أنت بتعرف الليل من النهار؟ لما تطلع الشمس عرفنا إن في نهار، تغيب ويطلع القمر يقول خلاص ده الليل جه. يوم القيامة لا هيبقى لا شمس ولا قمر، فلا هيبقى فيه ليل ولا نهار، ما تعرفش. دي بقى قدرة ربنا، الشمس هتقترب من الرؤوس ومش هتغيب، اوعد، لا ده الشمس هتقترب مش هتغيب منك، معنى مش هتغيب يعني ما فيش ليل هيجي عليك، يعني اليوم ده طوله ما يعرفوش غير ربنا. ها، يبقى هنا الشمس هتقترب من الرؤوس، ومش زي الشمس اللي احنا شايفينها على بعد الاميال، ده احنا بنقول مش هيبقى فيها شمس ولا قمر، ليه؟ لان الشمس اللي شايفينها دي هي ما فيش دلاسعة بسيطة بشو بتعمل، انما ديك هتبقى الشمس، الشمس الحقيقية اللي احنا ما نقدرش نقترب منها نهائيا، لان العرق هيلجم ناس ويغطي ناس ويبقى لحد تحت رجلين ناس وركب ناس، يعني موال. طب الشمس مش هتغيب يعني لا ليل ولا نهار، خلاص ما حدش يعرف طول اليوم ده. يبقى تيجي 60 70 سنة بتقعد دول قدامك تقول يا رب انا، يقول لك اهو اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هتقول ايه؟ يبقى هتشوف عيانا بيانا وتقراها قدام الناس الاثنين، ليرى يعني هيشوف بعين، اقرأ يعني هيقرا بعينيه وبلسانه، يبقى كله هتشوفه كله ما تخافش. فمن يعمل مثقال ذرة،
يا الله، ده العلماء قالوا إن الآيتين دول يكفوا عن كل شيء، كفى بهاتين الآيتين من موعظة. اللي ما بيتعظ بالآيتين دول يبقى يقول على نفسه السلام. فمن يعمل مثقال ذرة، شوف بقى مثقال ذرة هتعملها، لو تصدقت بجنيه، لو أطعمت واحد وجبت له رغيف طعمية ولا رغيف فول، لو اديت له واحد غلبان ربع جنيه، لو اديته درهم ولا دينار ولا ريال ولا أي حاجة، هتلاقيه عند ربنا مثقال ذر. يعني لو شفت الشعاع اللي نازل دوا عندك كده، لما يبقى في شعاع شمسي نازل وفي حبات صغيرة عمال تطير في الشعاع بتاع الشمس ده، دي اسمها الذرة، يعني ملهاش وزن، حاجة ما تتوزنش أصلا. والعلماء قالوا كمان ما تتشافش بالنظر كمان، وما تتمسكش باليد، ملهاش وزن. وإلا لو كان لها وزن كان يبقى في جاذبية أرضية تنزل على الأرض. لا، ده ربنا ما قالش ذرة، ده قال مثقال، يعني أقل من الذرة. يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بمجرد انك بصيت لواحد نظرة كده خاف منك، هتلاقيها عند ربك، رعبته، خوفته. بمجرد انك قلت له كلمة هتلاقيها يوم القيامة. فاحنا النهاردة اللي ما بيطعش ويعرف ان فيه رب مراقب عليه، ويعرف ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع على سرائره، ويعرف بان كل مثقال ذرة هيعملها هيتحاسب عليها، لازم يحاسب على نفسه. اللي ما يعرفش الكلام ده وما يعمل، واللي عرفه وما بيعملش بيه، دي مصيبة سودة.